افتتاح السفارة الإسرائيلية في المغرب وتوقعات بتعاون اقتصادي واسع. شح المياه أزمة جديدة تواجه دول المغرب العربي. وترقب أردني لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. برنامج اليوم مع باسل صبري ورؤى ريان. صباح الخير عليكم مشاهدينا الكرام، واهلا بكم في حلقه جديده من برنامج اليوم. نحييكم من استديوهاتنا في دبي. صباح الخير عليك يا رؤى. يسعد صباحك باسل. اليوم الوضع بشكل عام في الكرة الأرضية، وضع الحرائق يبدو صعب جدا. الكرة الأرضية تبدو وكأنها مشتعلة حرفيا. العالم يشهد انتشار واسع للحرائق من الشرق إلى الغرب. النيران تنتشر في كل قارات العالم الخمس بلا استثناء، ابتداء من سيبيريا شرقا إلى بوليفيا ولاية كاليفورنيا الأمريكية، مرورا بالجزائر وتونس في شمال أفريقيا وتركيا واليونان في آسيا وأوروبا. نعم باسل، يعني في الجزائر مثلا اللي اندلعت فيها حرائق وصل نحو 50 حريق في الغابة الواقعة في منطقة تيزي وزو. قالت الحكومة أن مشعلي حرائق هم المسؤولون عن عشرات الحرائق في الغابات التي أسفرت عن وفاة 42 شخص، طبعا هذا يعني على الأقل من بينهم 25 جندي. وأيضا وصفت الوزارة، وزارة الدفاع الجزائرية، أن هذه الحوادث تعتبر حرائق إجرامية. رئيس الجزائري عبد المجيد تبون في تصريح له حول هذه الحرائق قال إنها محنة أليمة تضاف إلى المحن التي عاشتها البلاد هذا العام، ولكنه قال أيضا وبكل ثقة أن الجزائر وكما انتصرت في المحن السابقة ستنتصر في هذه أيضا. وأيضا في تونس اندلع حريق وصف بالكبير في بنزرت، ووصل درجة الحرارة إلى 50 درجة في الظل. بتونس تواجه موجة حرارية قياسية، امتدت موجة الحر على مدى أيام لكنها بلغت أمس ذروتها في النهار مع تسجيل أرقام قياسية في عدد من الولايات. أما بالنسبة لباقي مناطق العالم ففي أوروبا ما زالت الحرائق تشتعل بلا هوادة في أماكن كثيرة من تركيا واليونان. وفي سيبيريا أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإرسال تعزيزات لمكافحة حرائق الغابات. وفي الولايات المتحدة امتد ثاني أكبر حريق غابات في تاريخ ولاية كاليفورنيا إلى ما يقرب من 500,000 فدان الأحد الماضي. على العموم يبدو أن غضب الأرض سيظل مستمرا لفترة، خاصة مع ارتفاع وتيرة التغيرات المناخية. والحقيقة يا رؤى أنه يبدو أن الأرض تعاقبنا على كل ما فعلناه بها طيلة القرون السابقة من دمار. بعد قطيعة في العلاقات الإسرائيلية المغربية استمرت إلى 20 عاما، يصل وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد إلى المملكة المغربية في زيارة رسمية يفتتح خلالها مقر البعثة الإسرائيلية. زيارة لبيد إلى المغرب تستغرق يومين، واعتبر لبيد أن إعادة العلاقات ما بين إسرائيل والمغرب خطوة تاريخية. طبعا زيارة لابيد إلى المغرب اليوم سبقتها خطوة تسيير أول رحلة تجارية مباشرة بين البلدين بعد 7 أشهر من قيام الجانبين بتطبيع العلاقات بينهما في ديسمبر الماضي في اتفاق توسطت فيه الولايات المتحدة، وجاء ضمن موجة من اتفاقيات التطبيع في المنطقة بين إسرائيل وعدد من الدول العربية. على متن أول رحلة جوية مباشرة بين المغرب وإسرائيل، وصل أندري ليفي إسرائيلي من أصول يهودية مغربية لتفقد ديار أجداده وحيه في مدينة الدار البيضاء حيث ولد، وباهتمام وفرح غامر كما يقول يتابع تطور العلاقات السياسية والدبلوماسية بين المغرب وإسرائيل. أنا أشعر أني مرتاح في المغرب دائما، لكن هذا سيصبح أفضل الآن لأن الأمور ستصبح رسمية. في الفنادق مثلا وفي الشارع أستطيع أن أقول بسهولة أنا قادم من إسرائيل وسيتقبل الناس هذا. هذه فرصة كبيرة بالنسبة لي لأشكر الحكومة الإسرائيلية والعاهل المغربي الملك محمد السادس. بعد 20 عاما من إغلاق مكاتب الاتصال بين المغرب وإسرائيل، تترجم زيارة وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد اتفاقات السلام والتعاون الاقتصادي والسياسي الموقعة بحضور الولايات المتحدة الأمريكية في ديسمبر من العام الماضي، تطور وفق مراقبين من شأنه الترسيخ الرسمي لقرار التطبيع الشامل مع إسرائيل. الزيارة أكيد أن بها عديد من المحاور التي ستفعل وستنزل وهي قادمة من الاتفاقية، على رأسها إنشاء
القنصلية. المستوى الآن هو طبعا مستوى علاقات طبعا تكتشف طبعا الطريق، وبالتأكيد أنه يعني هناك الكثير من المجالات التي سيتم طبعا استكشافها والبحث عنها من أجل جعلها طبعا أرضية للعلاقات الثنائية بين البلدين. وفيما يصف البعض قضية الصحراء الغربية بورقة التفاوض المغربية في تعاملها مع قرار فتح سفارة إسرائيلية في حال تراجع الإدارة الأمريكية عن اعترافها بسيادة الرباط على الصحراء، يرفض البعض هذا الطرح. أعتقد بأن قضية الصحراء ورقة محورية في مسألة تطوير العلاقات الدبلوماسية من مكتب الاتصال إلى السفارة، لأن هناك الآن قناعة وهناك كذلك تأكيد لمواقف الإدارة الأمريكية بالتوجهات الجارية بخصوص تثبيت اتفاق أبراهام بين المغرب وكذلك إسرائيل وكذلك الولايات المتحدة الأمريكية. وتأتي زيارة المسؤول الإسرائيلي أياما بعد إطلاق رحلات جوية مباشرة بين البلدين، وسط توقعات بزيارة أكثر من 200,000 سائح إسرائيلي للمغرب مع نهاية العام الجاري، معظمهم يهود من أصول مغربية تربطهم أواصر انتماء وحنين بالمغرب أرض أجدادهم. هو حراك دبلوماسي إذن ترتفع فيه وتيرة التنسيق والتعاون بين المغرب وإسرائيل، ومن ملامحه إطلاق خطوط جوية بين البلدين وصولا لمرحلة نقاش فتح السفارات، أمر يراه يهود إسرائيل من أصل مغربي يرقى بالعلاقات بين البلدين من مجرد حنين وانتماء إلى تطبيع وعلاقات دبلوماسية كاملة. فاطمة أبو عنبور، الحرة، الرباط. هذا بالنسبة للجانب المغربي. على الجانب الآخر، تكتسب هذه الزيارة أهمية خاصة أيضا بالنسبة لإسرائيل التي تعول على مد جسور السلام والتعاون الاقتصادي مع المغرب، ومن المتوقع أن يوقع الطرفان على العديد من الاتفاقيات الثنائية. أول زيارة رسمية لوزير الخارجية الإسرائيلي يائير لبيد للرباط منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين إسرائيل والمغرب في ديسمبر الماضي وإطلاق رحلات جوية مباشرة بين البلدين. وزيارة مماثلة قريبا لوزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لإسرائيل سيفتتح خلالها مكتب الاتصال المغربي في تل أبيب. هي زيارة تاريخية، هذا هو الأهم، زيارة تاريخية منذ توقيع اتفاقية أو تجديد اتفاقية السلام مع المغرب، وأيضا تاريخية لأنه من عام 2003 أول زيارة لوزير خارجية إلى المغرب، منها سيلتقي مع وزير الخارجية المغربي ومنها سيفتح أو يدشن مكتب الاتصال في الرباط لاتصال البعض الإسرائيلية. كان لبيد قد أكد أن الزيارة ستكون نقطة الانطلاق لاتفاقيات السياحة والتجارة والتعاون الاقتصادي والسياسي الشامل بين البلدين، لكن عدم تحويل الرباط مكتب الاتصال التابع لها في إسرائيل لسفارة يثير تساؤلات لدى المراقبين، لا سيما أن العلاقات أقيمت بموجب اتفاق ثلاثي أمريكي مغربي إسرائيلي وبالتزامن مع اعتراف واشنطن بسيادة الرباط على الصحراء المغربية. ورغم اتفاقيات التطبيع المتتالية بين إسرائيل ودول عربية، إلا أن الإسرائيليين يرون للسلام مع الرباط طابعا خاصة، إذ تعيش في المغرب جالية يهودية كبيرة ويعيش في إسرائيل مئات الآلاف من اليهود ذوي الأصول المغربية. ولبيد يسعى خلال زيارته لتطوير مستوى العلاقات بين البلدين. يتطلع الجانب الإسرائيلي لدفع العلاقات الدبلوماسية قدما مع الجانب المغربي وتعزيز الشراكة الاستراتيجية في مجالات مختلفة، شراكة بدأت تتطور فعلا في قطاع السياحة وقد تمتد إلى ميادين أخرى مستقبلا. محمد الصياد، قناة الحرة، القدس. ولمناقشة آفاق هذه العلاقة الجديدة ينضم إلينا الآن من الرباط الدكتور عصام العروسي، أستاذ العلاقات الدولية والخبير في الشؤون الاستراتيجية، ومعنا من القدس أيضا الدكتور مائير مصري، أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس. أهلا بكما معنا. أبدأ معك دكتور عصام، يعني اليوم يدشن المغرب مرحلة جديدة من العلاقات المغربية الإسرائيلية، كيف تقيم الخطوة وما هي الأمال المغربية من هذه العلاقة؟ في اعتقادي أن
الاستراتيجية المغربية في لبناء علاقات متينة مع إسرائيل تبدأ بمنطق التدرج وأيضا بمنطق العقلانية وأيضا بمنطق توازن في الحسابات يعني الاستراتيجية بالنسبة للدبلوماسية المغربية. لا أعتقد أن المغرب سوف يحاول أن يسرع من عملية يعني تمتين هذه العلاقات الدبلوماسية، وخاصة نعلم أن مجموعة من المواضيع المعقدة هي متداخلة مع بعضها البعض، خاصة أن الاتفاق أبراهام أو اتفاق السلام مع المغرب كان يعني مرتبطا بالاعتراف الأمريكي بقضية الصحراء، وكان الوفد الأمريكي حاضرا في الاتفاق، وبالتالي فأظن أن هذا المعطى سيظل حاضرا في ذهنية المفاوض المغربي، ويزن هذه العلاقات مع إسرائيل بميزان عقلاني وبميزان عدم خسارة فرص يعني ممكن أن يستفيد منها المغرب. في اعتقادي أن هناك أولويات حتى بالنسبة لإسرائيل، بداية بأظن القطاع السياحي هو أكثر شيء ربما يهتم به المغرب في المرحلة الحالية، وله دوافعه وله عوامل للتركيز على هذا العنصر، باعتبار أن المغاربة يعني إسرائيليين أو المغاربة يعني القادمون من أصول مغربية، الإسرائيليين القادمون من أصول مغربية، أظن أنهم هذا سيدعم السياحة القطاع السياحي بشكل كبير. وأيضا هناك قطاعات تقنية وكمحاربة مثلا أو كالاتفاقية المتعلقة بمحاربة الفيروسات والأوبئة، هذه العوامل أظن عوامل جذب قوية ربما توحي بمستقبل جيد لتمتين علاقات بين. إذن دكتور عصام، يعني اسمح لي أن يعني أتحول إلى الدكتور مئير. يعني دكتور مئير، أهمية تلك الخطوة إسرائيليا، يعني زي ما ذكرنا هناك الكثير من عوامل الجذب، ولكن كيف ستساعد هذه العوامل على توثيق العلاقات الإسرائيلية المغربية؟ شكرا لكم على الاستضافة أستاذتي الكريمة، تحياتي لكم ولضيفكم الكريم دكتور عصام. أنتم دعوتموني في أكثر من مناسبة للتعليق على عقد معاهدات سلام مع دول عربية عديدة، مع الإمارات، مع البحرين، مع السودان، ولكن دعينا نقول بشكل واضح أن للسلام مع المغرب وللتقارب مع المغرب مذاق خاص في إسرائيل، ولعل هذا بحكم وجود علاقات وطيدة وراسخة وممتدة بين المملكة المغربية والشعب اليهودي بسبب حماية المغرب لليهود في أثناء الحرب العالمية الثانية في عهد المغفور له الملك محمد الخامس، حينما كانت أوروبا تطارد اليهود بما فيها فرنسا في عهد حكومة فيشي. وبالتالي هناك مواضيع عدة ونقاط عديدة تجعل من العلاقة مع المغرب علاقة استراتيجية بالنسبة لإسرائيل، ونحن لا ننظر إليها فقط من منظور المكسب المادي، ما هي المشاريع التي سوف تكون بين إسرائيل والمغرب، ما هي الاستفادة المادية التي سوف تعود إلى إسرائيل من العلاقة مع المغرب، ولكن ننظر إلى هذه العلاقة على أنها شيء طبيعي، وأنه من الطبيعي أن تكون هناك علاقة بين البلدين، كما أنه من الطبيعي أن تكون هناك علاقات بين بلدين عربيين أو بين الولايات المتحدة والمملكة المتحدة على سبيل المثال. لأننا لا نسأل ما هو العائد من العلاقة بين الولايات المتحدة وبريطانيا على سبيل المثال، لكن هو شيء طبيعي أن تكون هناك علاقات بين البلدين. الشيء اللافت للنظر فيما يتعلق بهذه العلاقة كذلك هو أننا نتحدث هنا عن سلاما عموديا، سلاما بين أنظمة، سلاما متمحور فقط حول مسائل متعلقة بالأمن والعلاقات الخارجية، ولكن نتحدث هنا عن سلاما أفقيا، عن سلاما بين المجتمع المدني الإسرائيلي، المجتمع المدني المغربي. نحن نرى تعطش إسرائيلي للسلام مع المغرب، ليس فقط من قبل أبناء الطائفة اليهودية ذات الأصول المغربية والتي عددها يزيد المليون مواطن داخل إسرائيل، ولكن نتحدث هنا عن الشعب الإسرائيلي بشكل كامل. الصورة عن الشخصية المغربية هي صورة إيجابية في إسرائيل، ليست هناك صورة نمطية سلبية على الإطلاق. نحن ما أكثر المطاعم المغربية في إسرائيل والأعلام المغربية التي ترفرف وصور ملوك المغرب التي تعلق على جدران هذه الأماكن والمراكز الثقافية وكذا. وبالتالي نحن ننظر على هذا التقارب على أنه تقارب صحيح،
وأنه وضحت طبيعي وأنه سيفتح أفق. دعني أنتقل الآن لدكتور عصام. دكتور عصام، اليوم وبعد فتح السفارة، ما هي الخطوات ربما المرتقبة بين الجانبين بعد ذلك؟ أظن أنه في حال يعني فتح السفارة الإسرائيلية في المغرب، وأظن أن المغرب ربما سوف يقوم بفتح مكتب اتصال في إسرائيل، أظن ربما على سلم الأولويات الدبلوماسية فتح السفارة، بمعنى أن هناك علاقات كاملة وفي إطار احترام هذه الاتفاقيات واتفاقية المبرمة بين المغرب وإسرائيل. فأظن أن المرحلة المقبلة سوف تكون يعني بتكليل هذا المجهود أو فتح السفارة والقنصلية المغربية، وكذلك بالنسبة لإسرائيل بتمتين العلاقات في مجالات يعني أظن أنه ستكون يعني إيجابية، أو مجالات ربما تجمع أو يعني الاهتمام المغربي والاهتمام الإسرائيلي. لكن أظن أن ربما ما يعني العديد من العوامل هي التي تساهم في التسريع أو ربما في يعني حركية ودينامية هذه العلاقات، ربما أولا المحيط الإقليمي، المحيط الدولي، القضية الفلسطينية أيضا التي يأخذها المغرب على كاهله باعتبار أن الملك العاهل المغربي هو رئيس لجنة القدس، نعم، أو مفاوض كما كان دائما أو في السابق بين الفلسطينيين والإسرائيليين. هناك أيضا اعتبارات متعلقة بزمن كورونا أيضا مساهمة في يعني تعطيل العديد من العلاقات. أظن هناك العديد من العوامل ستساهم في يعني إعطاء صورة واضحة عن نوعية هذه العلاقات. ماذا ترغب إسرائيل في المغرب؟ هل هي ترغب في سوق اقتصادية واستهلاكية فقط؟ هل هي تريد أن تفتح المغرب؟ وكما قلنا أنه العلاقات أو الصورة النمطية بالنسبة لإسرائيل أو المتخيل عند الإسرائيلي بالنسبة للمغرب هي صورة إيجابية على كل حال، لكن تبقى لحسابات سياسية كلمتها، وتبقى أيضا هناك توابيت تاريخية وهناك حسابات سياسية في الطريق. يعني أظن أن الوقت يعني القادم سوف يكشف عن يعني العديد من المعطيات في اتجاه تعميق العلاقات أو ربما تخفيفها أو ربما المضي يعني بسياسات استراتيجية خطوة خطوة على حسب تعبير كيسنجر. نعم، ولكن بالحديث عن الناحية الاقتصادية دكتور مئير، يعني سواء كانت إسرائيل أو المغرب كلاهما يحلمان بعلاقات اقتصادية متينة، لكن ما أبرز المجالات التي يعني سيركز عليها الطرفين في الاستثمارات المقبلة؟ أظن أن المجالات عديدة ومتعددة. أول هذه المجالات طبعا هو القطاع السياحي الذي طبعا تضرر كثيرا سواء كان في المغرب أو في إسرائيل بسبب جائحة كورونا، وأعتقد أن هذا هو المجال الأهم بسبب وجود تعطش لدى الإسرائيليين لزيارة المغرب وللتعرف على الثقافة المغربية، عوضا طبعا وجود جالية كبيرة في إسرائيل وكذلك جالية يهودية كذلك أو بالأحرى مكون يهودي أو مكون عبري داخل المغرب كما يعرفه الدستور المغربي. هناك أيضا مجال استصلاح الأراضي على سبيل المثال، هناك خبرات إسرائيلية في هذا المجال، وكذلك المجال الأمني، السيطرة والإحكام على الحدود من الممكن المغرب أن يستفيد منه، وكذلك ممكن إسرائيل كذلك أن تستفيد من خبرات مغربية في مجالات عديدة، حيث أن عدد الحاصلين على المؤهلات العليا في المغرب هناك خبرات في مجالات عديدة من الممكن أن تستفيد منها إسرائيل، وبالتالي هناك علاقة تكاملية وهناك ندية في العلاقة بين إسرائيل والمغرب، ليس هناك طرف أقوى من طرف آخر ولكن هناك تكاملية. إسرائيل لديها قدرات معينة من ممكن يستفيد منها المغرب والعكس صحيح. كذلك أيضا هناك مسألة التجارة على سبيل المثال، طبعا المغرب متطور ومتقدم فيما يتعلق بالتجارة الرقمية، ولكن حتى أبعد من هذه المسألة أنا أعتقد أن المغرب يمثل بالنسبة لإسرائيل باب لأسواق أخرى غير المغرب، وكذلك إسرائيل ستكون إضافة للمغرب وستفتح للمغرب أبواب أخرى ودول أخرى لدى إسرائيل معها علاقات متميزة ولا سيما في القارة الآسيوية من ممكن أن يستفيد منها. هناك علاقة تكاملية وأعتقد أنه سوف يكون النموذج يحتذى به. ربما يكون الاقتصاد هو المدخل هنا، ولكن هناك جوانب أخرى كثيرة ومنها الجانب الأمني. يعني دكتور عصام، اليوم إيران ربما تشكل التهديد الأمني الرئيسي والجدي بالنسبة للمنطقة وللمغرب أيضا. كيف يمكن أن يساعد أو أن يساعد تطبيع العلاقات مع الدول العربية في مواجهة خطر إيران في رأيك الشخصي؟ إجمالا أظن أن
المعادلة، معادلة الأمن الإقليمي ومعادلة الأمن الدولي وخاصة في منطقة الشرق الأوسط قد تغيرت بوجود هذا المعطى. أظن أن السنوات الأخيرة وخاصة من منذ 2011 تميزت أساسا بقلب يعني الموازين يعني التوازنات الدولية وخاصة في منطقة الدول في يعني في المنطقة العربية. أعتقد جازما أن طرف المعادلة هو تغير التقاطبات والتحالفات ودخول إسرائيل على الخط والولايات المتحدة الأمريكية لتشكيل هذا القطب الجديد. ربما لم نعد نتحدث كثيرا عن يعني جامعة الدول العربية أو دول عربية بمنطق موحد أو دول عربية بعقلية واحدة واستراتيجية واحدة في مواجهة الكيان الصهيوني. نعيش الآن الكيان الإسرائيلي نعيش الآن في فترة مختلفة، هناك تحالفات مع إسرائيل من دول عربية كبرى. نعم. هو تحالفات يعني دبلوماسية أو تحالفات سواء سرية في السر أو في العلن. نعم. هناك أنا أشكر مداخلتكم معنا اتفاقيات. هذا التحالف. نعم. هذا التحالف أظن سيكون في مصلحة يعني هذه الدول لقطع الطريق على إيران، ونحن نعلم أن التشيع والخطر الإيراني. نعم. يهدد المنطقة، وخاصة أن حتى الاستراتيجية الأمريكية الآن تذهب في هذا الاتجاه لقطع الطريق على إيران ويعني في كل المناطق سواء طبعا كان هو في الهدف آسيا أن يعني أن حتى في إفريقيا. نعم. التصدي لأي أعمال ممكن تكون مضرة بالمنطقة. أنا أشكر مداخلتكم معنا لهذا النهار الدكتور مائير المصري أستاذ العلوم السياسية في الجامعة العبرية في القدس، وأيضا كنت معنا من الرباط الدكتور عصام العروسي أستاذ العلاقات الدولية وخبير في الشؤون الاستراتيجية. شكرا جزيلا لكما. أما بعد الفاصل مشاهدينا، شح المياه أزمة جديدة تواجه دول المغرب العربي، ابقوا معنا. أهلا بكم مشاهدينا، الآن فقرتنا جديدة ولكن عن معضلة قديمة تتجدد في كل صيف، وهي أزمة شح المياه في البلدان العربية. فانخفاض منسوب المياه الجوفية وقلة الموارد المائية السطحية إضافة لقلة مستويات الهطولات المطرية خلال السنوات الأخيرة أثروا جميعا سلبا على نسبة مياه الشرب للفرد العربي. نعم بالفعل باسل، أزمة المياه فقد دفعت المواطنين في عدد من البلدان العربية للتظاهر والاحتجاج كما جرى في العراق والسودان وحتى في اليمن. أغلق متظاهرون الطرق الرئيسية والسكك الحديدية احتجاجا على ذلك الوضع، وأيضا سبق وأن حدث نفس الموضوع أو ذات الموضوع في الجزائر عندما جفت صنابر المياه. تماما، ولسوء الحظ تعد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الأشد ندرة في المياه على مستوى العالم. فوفق تقرير للبنك الدولي يعيش أكثر من 60% من سكان المنطقة في أماكن تعاني من مستوى مرتفع من إجهاد المياه السطحية. دعونا الآن نتعرف على الواقع المائي في بعض الدول في المغرب العربي، حيث تتوزع مياه الخزان الجوفي في دول المغرب العربي بحوالي 80% داخل الأراضي الجزائرية و13% في داخل الأراضي الليبية و7% فقط داخل الأراضي التونسية. وفي تونس يقدر نصيب الفرد من المياه بنحو 420 متر مكعب سنويا، وسط توقعات أن تشهد بعض ولايات تونس انقطاعات للمياه بسبب عمليات تعديلات الخزان ليلا أو عفوا تعديلات الخزانات ليلا، وأيضا فيما من المقرر إنجاز مشاريع لتحلية المياه وفي ولايات محددة، ولاية قابس وسوسة وصفاقس. وفي الجزائر تعمل وزارة الموارد المائية على برنامج كبير لإعادة تأهيل وتهيئة السدود والحواجز المائية من خلال إزالة الوحل على مستوى السدود الجارية. وفي المغرب ومع ارتفاع الطلب في الماء أو على الماء وتزايد المخاوف من ندرته، لجأت المملكة إلى اعتماد تقنية تحلية مياه البحر لأجل تأمين الاحتياجات من مياه الشرب والري كمشروع محطة مدينة أكادير الذي يصنف من أكبر المشاريع الأفريقية. وأيضا في ليبيا
يعاني عدد من سكان العاصمة الليبية طرابلس من نقص مياه الشرب في الواقع يعني الذي حذرت فيه تقارير دولية من مخاطر جفاف في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وليبيا، من الدول التي تواجه تحديات الندرة في الموارد المائية بالمقارنة مع الاستهلاك الذي يصل إلى 10 أضعاف مواردها، وعدم وجود أي استعدادات من الحكومة لمواجهة الاستهلاك المتزايد على المياه. لم يجد بعض سكان العاصمة الليبية أمامهم سوى هذا المكان للحصول على مياه صالحة للشرب بسبب تلوث بعض مصادر المياه الجوفية بالصرف الصحي ومياه البحر، ليتزامن ذلك مع تذبذب وصول مياه النهر الصناعي إلى عدة أحياء في العاصمة طرابلس. يستهلك الليبيون قرابة 5 مليار متر مكعب من المياه سنويا من نحو 600 مليون متر مكعب من الموارد. وزارة الموارد المائية اللي هي حلها اللي هي استغلال الموارد المائية الغير تقليدية، على سبيل المثال لما نقول غير تقليدية يعني معالجة مياه الصرف الصحي، استغلالها، استهلاكها، برضو نفس الشيء الاكتار من محطات تحلية المياه البحر في عدة مناطق من شواطئ ليبيا. برضو أهم نقطة اللي هو تقنين وتحديد أسلوب وعمليات الري. الدعوات بضرورة تنويع مصادر المياه الصالحة للشرب في ليبيا لمواجهة زيادة حجم الاستهلاك السنوي مقابل تراجع حجم مخزون المياه الجوفية في الجنوب. سواء كان من حيث المخزون، من حيث مناسيب المياه، الهبوط السنوي يصل في بعض المناطق حتى 4 أو 5 متر سنويا، حتى في المناطق الجنوبية اللي فيها أحواض مائية هائلة واستغلال ربما مازال محدود إلى حد كبير، أيضا تشهد هبوط سنوي من حوالي ربع إلى نص متر وحتى إلى متر في مناطق زي وادي الشاطي ومرزق ووادي الحياة وغيرها. وتشكل إدارة المياه في ليبيا أحد أبرز المشاكل التي تؤدي إلى عدم الاهتمام بالموارد المائية في ظل عدم الاستقرار السياسي والانقسام الإداري الحاصل منذ سنوات. أزمة المياه في ليبيا هي كأزمة المياه في مختلف أنحاء العالم، هي ليست أزمة ندرة، يعني بمعنى ليست ندرة باعتبار عدد السكان اللي هو قليل جدا مقارنة بالمساحة، هي أزمة حوكمة وسياسية، أزمة سوء إدارة، أزمة فساد، أزمة انقسام سياسي وإلى آخره، وصراعات وحروب. ورغم امتلاك ليبيا ساحلا يمتد لنحو 2000 كيلومتر على البحر المتوسط، إلا أنها تواجه خطر الجفاف بسبب شح الموارد المائية والتغيرات المناخية. الموارد المائية تأثرت كغيرها من الإدارات بسبب الانقسام والصراع السياسي الحاصل في ليبيا، بيد أن المياه دون غيرها لن يستطيع الليبيون السكوت عنها لمدة أطول بسبب تزايد استهلاكهم لها وقلة الموارد المتاحة منها. رافت بالخير، الحرة، طرابلس. للمزيد ينضم إلينا الآن من تونس الخبير الدولي في مجال البيئة الأستاذ محمد عادل الهنتاتي. أهلا بك وصباح الخير في البداية أستاذ محمد. يعني إذا هناك أزمة شح مياه وجفاف تضرب منطقة المغرب العربي، بداية ما الأسباب وراء هذا الشح في المياه، وهل عوامل التغير المناخي هي السبب الرئيسي في حدوث هذا الجفاف كما دائما؟ شكرا على الاستضافة. أولا، شح الموارد المائية في المنطقة المغاربية في شمال أفريقيا هي مسألة قديمة وليست حديثة، فندرة المياه في المنطقة هذه هي قديمة جدا، وكثير من المدن تجد صعوبة في تأمين ما تستحقه وما تطلبه من مياه صالحة للشراب في بعض الأوقات من السنة، موضوع قديم. لكن بعد إثر تجدد أعراض التغير المناخي وخاصة تفاقم مظاهر الأحداث المناخية القصوى كأمطار فيضانية في 3 أو 4 أيام تمكن الأرض من قبول حوالي 60% من الكم السنوي للأمطار في يومين، وفي نفس الوقت وبعد مدة هناك جفاف متقع على 6-7 أشهر، وبالتالي هذا التباين، هذه الأحداث القصوى المناخية جعلت من ندرة المياه أكثر ضراوة أكثر حدة في البلدان المغرب العربي. هذا من ناحية، حتى أن البلدان تغيرت عمليات أو أوراق التعاطي مع مسألة المياه في المنطقة هذه، يجب إعادة النظر في كيفية تعبئة الموارد المائية، كيف يمكن أن نعبئ أكثر ما يمكن من المياه عند
عندما تأتي الأمطار الفيضانية حتى لا نترك المياه تذهب إلى البحر بعد أن أتلفت المزارع والمستغلات عن طريق الفيضان والطوفان. إذن هذه نقطة هامة. النقطة الثانية وهمة جدا خاصة في تونس والجزائر والمغرب هو أن الخزانات المائية الأرضية أو المياه الجوفية هي معرضة للتلوث بصفة كبيرة جدا، ولم يلجأ البلدان إلى حماية هذه المواد المائية الباطنية من التلوث إلا حديثا، وبالتالي طيب فهناك أحجام كبيرة من المياه يعني الأمطار يعني التي يعني في ظل هذه المعطيات وفي عدم في ظل يعني عدم حماية موارد المياه رغم تنوعها يعني ولم يتم علاج أو تخطي هذه المرحلة، ما العواقب على البلاد وعلى الثروة الصناعية الزراعية والحيوانية؟ كيف سيؤثر ذلك؟ أثر بصفة كبيرة جدا على الثروة على الأنشطة الزراعية وتربية الماشية. احنا الموارد المائية في البلدان المغرب العربي أساسا أولا حاجيات تعميم حاجيات المياه الصالحة للشراب قبل كل شيء، وهذا هام جدا. نعم. هذا يتطلب مياه عذبة ومياه ذات جودة عالية، لكن عندما لا تتوفر المياه كتونس من السنوات الماضية في البلاد التونسية نقص مياه الري، هناك نقص في توجيه مياه للري، وبالتالي هناك تأثير على إنتاج الزراعة في هذه البلدان، وهذا شيء خطير جدا وسيتفاقم في ضوء تفاقم ظاهرة الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية واضطراب المناخ الذي ساهم في شح المياه في ندرة المياه في المنطقة هذه، وبالتالي على الدول أن تعيد استراتيجيتها في التعامل مع الماء بصفة تأخذ بعين الاعتبار الفرضيات الجديدة والأحداث الجديدة، وخاصة هذه الأحداث التي ستتواصل وستتفاقم في المستقبل في ضوء ارتفاع أحداث أو مخلفات التغيرات المناخية. طيب إذن يعني الحل هو كما ذكرت في تأمين مصادر مياه أو تأمين كميات المياه المطلوبة، ولكن إلى ما تلجأ دول المغرب العربي بشكل عام اليوم حتى تؤمن مثل هذه المصادر أو مثل هذه الكميات؟ هي إلى حد الآن المصادر تأتي من الأمطار، السدود، هناك عدد كبير من السدود، لكن هذه السدود هل أن هذه السدود تستطيع أن تخزن المياه أثر الأمطار الفيضانية؟ هذا نقطة استفهام، ليست كل السدود لها القدرة على ذلك، وبالتالي هناك كميات كبيرة مليارات من الأمتار المكعب من المياه المطرية التي تذهب إلى البحر بدون أن تستطيع هذه السدود على مسكها وحجزها، هذا من ناحية. ناحية ثانية المياه الباطنية وهي متوفرة، لكن هي متوفرة لكن كيفية جلبها واستعمالها تتطلب استثمارات كبرى حتى نصل جلبها وتوصيلها إلى المناطق الاستهلاك الكبرى، أي المدن الكبرى والمناطق الصناعية والمناطق السياحية التي تتطلب حجم كبير من الماء. إذن هذه الإشكالية هو كيف نستطيع أن نحول المياه من مصادر طبيعية إلى مناطق الاستهلاك القصوى، وهذه نقطة هامة جدا يجب على البلدان. تونس لها ربما بعض أسبقية في هذا المجال، لكن على الدول المغاربية أن تتبع سياسات جديدة، مهيكلة جديدة، وبنى تحتية جدا للتفاعل مع الموارد المائية بصفة أكثر جدية. وهناك نقطة هامة جدا يجب أن عملية ترشيد استهلاك الماء لابد أن يكون هذا استهلاك مرشد أكثر. ففي الزراعة التي تستهلك تقريبا 8% من المياه المتوفرة في المنطقة المغاربية، 8% موجهة للزراعة، لكن الزراعة في هذه البلدان لا تستعمل بصفة كبيرة جدا وسائل أو طرق ترشيد استغلال الماء، وبالتالي يمكن أن نروي مساحات أكبر وأوسع بأقل من الماء، وهذه نقطة هامة جدا. كذلك بالنسبة للاستهلاك المنزلي على الناس على المواطنين أن يقوموا أعتذر منك ولكن يعني انتهى الوقت المخصص لهذه الفقرة. من تونس الماء وهنا الخبير الدولي في مجال البيئة الأستاذ محمد عادل الهنتاتي، أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا هذا الصباح. نعم باسل، أزمة نقص المياه في دول المغرب العربي متفاقمة، ولكن أزمة الجائحة أشد صعوبة في لبنان. ففي ظل تصاعد موجة الفيروس فيروس كورونا وانتشار متحور دلتا في الآونة الأخيرة، ولهذا السبب أعلنت وزارة الصحة أو وزارتا الصحة والسياحة عن فرض شروط جديدة لارتياد المطاعم وأيضا المقاهي والشواطئ. وبموجب هذه الشروط سيقتصر دخول الأماكن السياحية والمطاعم لمن هم فوق سن 16 عاما، ممن يحملون شهادات تطعيم بلقاح كورونا أو نتيجة فحص كورونا جديد، وهو ما اعترض عليه اتحاد النقابات السياحية.
يمنع دخول المطاعم والمنتجعات السياحية في لبنان إلا بعد إبراز شهادة التلقيح أو فحص المناعة أو إجراء فحص سريع على المداخل. هذا هو القرار الذي صدر عن وزارتي السياحة والصحة واللجنة الحكومية لمواجهة انتشار وباء كورونا، قرار قوبل بآراء متباينة في الشارع اللبناني. لأنه بتعمل حمية للشعب، البلد منهارة، أقل شيء الكورونا نوقف يعني الكورونا بس. وعم نفوت على كفايات كتير، ما حدا عم يطلب هذا الخبرين، وهذا الموضوع بيضرب الاقتصاد اصلا، يعني بدون شيء العالم مش عم تفوت. الشروط الجديده فرضت في ظل تصاعد موجه فيروس كورونا في لبنان وانتشار متحور دلتا في الاونه الاخيره، الا ان اتحادات النقابات السياحيه رفضت تطبيقها، معتبره ان القرار مجحف بحقها لانه مفروض عليها فقط وليس على كل القطاعات، ولانه سيقيد حركه الزبائن اكثر فاكثر، مع العلم ان نسبه الملقحين بالجرعتين تصل الى 21% فقط. هلا نحن مع القرار بس بده شويه وقت، لانه قسم كبير من اللبنانيين والاخوان العرب منو ملقحين، وهذه مش مسؤوليتنا نحن، فبدوا يشتغلوا على وتيرة كتير سريعة. لازم يكون في على مدار الوقت تطعيم، لازم يكون في على مدار الوقت إجراءات ومبادرات لحد ما فينا نحمي هذا المجتمع تنوصل لمرحلة الإغلاق. ما لازم يكون استثناء المطاعم والمؤسسات المطعمية، يجب أن تقطع كل المؤسسات الأخرى، كل المولات والأعراس والمنتجعات البحرية وكل المناطق اللي فيها تجمعات. الوزارات المعنية أعلنت بدورها أنها ستراقب التزام المؤسسات السياحية بتطبيق القرار، على الرغم من شكوك المواطنين بتفعيل المراقبة بطريقة مماثلة في مختلف المناطق. الهدف الأساسي من وراء هو مساعدة هالقطاعات على أنه تكمل، ما بدنا نوصل بعد أسبوعين ثلاثة نقول لهم روحوا سكروا. لما بنقول لهم نحن خدوا بس الناس اللي هن عمليا محميين، وخاصة لما بيصيروا موظفينهم إجباري يكونوا محميين، يعني يا أما ياخدين لقاح يا أما عاملين PCR أو الرابيد تيست، هيك بنكون نحن عم نخلق ضمن البلد قطاعات محمية تمنع انتشار المرض. وقد أغلقت أكثر من 60% من المطاعم والمقاهي أبوابها منذ بدء انتشار كورونا في لبنان، خصوصاً مع استمرار انهيار العملة الوطنية والوضع الاقتصادي. توازياً مع الشروط الصحية الجديدة المفروضة على المطاعم والمنتجعات السياحية، يتخوف العاملون في القطاع السياحي من أن تفرض الحكومة إقفالاً تاماً مع نهاية الشهر الجاري، في ظل تلميح المعنيين إلى اعتماد هذا الإجراء قريباً، الأمر الذي سيضاعف الخسائر المادية وسيدفع قسماً من المؤسسات السياحية إلى إقفال أبوابها نهائياً. من قضاء المتن الشمالي في لبنان، رودين أبي خليل، الحرة. مشاهدين، بعد الفاصل ترقب الأردني لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية. أهلا بكم مشاهدينا من جديد، وإلى ليبيا، حيث يعقد اليوم ملتقى الحوار السياسي اجتماعا رسميا لتحديد القاعدة الدستورية التي سيتم اعتمادها في تنظيم الانتخابات المقبلة، وأيضا من المقرر عقدها في 24 من شهر ديسمبر القادم، أي بعد نحو 130 يوم. نظرا لاقتراب موعد الانتخابات، أكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن اجتماع اليوم سيضمن اعتماد المقترح الأنسب للقاعدة الدستورية، وهو المقترح الذي سيحظى بأكبر نسبة إجماع والتي تم تحديدها ب 61% من الأصوات. نعم، أهمية هذا الاجتماع وفق مراقبين للشأن الليبي تأتي في حساسية الوقت الذي يعقد فيه، حيث إن فشل أعضاء ملتقى الحوار بحسم القاعدة سيضع البعثة الأممية في مأزق وسيفجر الخلافات ما بين الأطراف الليبية من جديد. الآن ننتقل من ليبيا إلى الأردن، حيث تقترب اللجنة الملكية المكلفة بتحديث المنظومة السياسية من صياغة قانون انتخاب يحدد ملامح وشكل البرلمان الجديد في الأردن، وسط ترقب لمخرجات هذا القانون. نعم، اللجنة التي انعقدت بإرادة ملكية في 10 يوليو تواصل منذ ذلك الوقت اجتماعاتها المكثفة لإعادة صياغة الإصلاحات والتحديثات اللازمة للحياة السياسية، حيث من المفترض وحسب تصريحات اللجنة أن تجهز الصيغة الأولية لقانون الانتخاب في منتصف أغسطس الجاري، على أن ترفع توصياتها للعاهل الأردني قبل حلول الأول من شهر أكتوبر المقبل.
وحول مخرجات الصيغة الأولية يرى مراقبون أن أبرز التعديلات يجب أن تشمل دمجا للأحزاب السياسية في عملية الانتخاب، وهو مطلب حزبي قديم ومتكرر في الأردن. كما يجب أن تأتي بنود القانون الجديد وفق مراقبين دقيقة في صياغتها ومراعية لكل الاعتبارات، كما يجب أن تعمل على تعزيز الهوية الوطنية الموحدة للأردنيين. في حالة مسبقة من الجدل، تنتظر الساحة الأردنية صدور مخرجات اللجنة الفرعية المختصة بتعديل قانون الانتخاب وقانون الأحزاب. هذه اللجنة هي إحدى فروع اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية، والتي جرى تشكيلها في 10 يونيو الماضي بإرادة من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الذي طالب اللجنة بإحداث نقلة نوعية في الحياة السياسية والبرلمانية على نحو يضمن الأهداف والطموحات المرجوة في المستقبل. تطوير المنظومة السياسية وصولا للحياة البرلمانية والحزبية اللي بتناسب الأردنيين. وحول هذه الطموحات تواصل الأحزاب السياسية في الأردن انتقادها لقانون الانتخاب الذي يقصي دورها ولا يسمح لها بخوض التجربة الانتخابية بزخمها، مطالبة بتعزيز مشاركة الأحزاب والشباب. هذا المطلب الحزبي المتكرر سيؤخذ بعين الاعتبار عند صياغة القانون الانتخابي الجديد وفق تصريحات اللجنة المختصة. نعم، قانون الأحزاب بذاته لا يطور الأحزاب السياسية. قانون الأحزاب يتيح المجال لتطوير الأحزاب السياسية، يقدم الحوافز والبيئة الحاضنة للأحزاب السياسية، وهذا ما تعمل عليه لجنة الأحزاب في المنظومة السياسية. طبعا هناك آراء مختلفة، نحن لدينا وجهة نظر قدمناها في لجنة الأحزاب. هناك تسويات حول بعض الأمور. على سبيل المثال، شرط العدد في البداية طرح 1500 الحد الأدنى، ثم نزل إلى 1000. لا نرى أنه عاملا مهما، لأن الأحزاب بودها أن تستقطب، ولكن البيئة غير مناسبة، ولن تقوم هناك أحزاب قوية في البلد إذا لم تصبح هي القناة للمنافسة على النيابة، على تمثيل الشعب في مجلس النواب وعلى تشكيل الحكومات أو المشاركة في الحكومات. هذين الشرطين هما الأساس في تقوية الأحزاب، في إقبال الناس على الأحزاب، إضافة إلى ضرورة وجود التمويل العام للأحزاب السياسية. اللجنة الفرعية ستكون أمام تحد جديد بتمكين الشباب وزيادة نسب انخراطهم في العملية الانتخابية، خاصة بعد عزوف نحو 46% من الشباب عن التصويت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2020. ويبقى الرهان الأكبر للجنة أن تتمكن من صياغة قانون انتخابي يضمن رضا جميع الأطراف في المنظومة السياسية في الأردن، وهو ما يثير الجدل حول إمكان تحقيق ذلك من عدمه. حديث أكثر ينضم إلينا من عمان الكاتب والمحلل السياسي وعضو اللجنة الملكية للسياسات الدكتور زيد النويسة. صباح الخير عليك في البداية دكتور زيد، وأهلا بك معنا. يعني اللجنة الفرعية المعنية بصياغة قانون الانتخاب إذا تقترب من مخرجاتها الأولية، لو أمكن أن تطلعنا على الملامح العامة لهذه الصيغة. اللجنة الفرعية للانتخابات هي واحدة من 6 لجان تدير عملية تحسين المنظومة السياسية في الأردن، كما طلب الملك عبد الله الثاني في الرسالة التي كلف فيها دولة سيد سمير الرفاعي بالعمل مع مجموعة من 90 شخصية أردنية على إنجاز جملة من التشريعات القانونية، خاصة في مجال قانون الانتخابات وقانون الأحزاب والإدارة العامة. الحقيقة أنه العمل مكثف، وهنالك حوارات معمقة تجري مع كل القوى السياسية والاجتماعية والمكوناتية في الساحة الأردنية. نعم. منذ بدء اللجنة في عملها منذ 10 حزيران الماضي،
من المتوقع أن يعني تظهر الملامح الأولية للعناصر الأساسية في هذه العملية، وهما قانون الانتخاب وهو عصب عملية الإصلاح السياسي في الأردن. هناك حديث عن صياغة قانون يمهد الشكل الجديد من الانتخابات والبرلمانات في الأردن، بس يعني توضح لنا أكثر ما هو الشكل الجديد الذي يسعى مشروع القانون إلى الوصول إليه؟ الرغبة الملكية بأن الأردن وهو يعبر إلى المئوية الثانية المفروض اليوم أن يدخل إلى الحياة السياسية بأدوات جديدة عنوانها الأبرز العمل التدريجي، بحيث نصل إلى مرحلة تكون البرلمانات بشكل كامل برلمانات حزبية قادرة على أن تقدم برامج سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية تحملها إلى البرلمانات، بحيث تقود العمل البرلماني توطئة أيضا في فترة لاحقة إلى تشكيل حكومات أو المشاركة في تشكيل هذه الحكومات. لذلك التوجه الآن باتجاه مؤسسة العمل الحزبي وربطه بقانون الانتخاب. في المرحلة الأولى الملامح الأولية التي ما زالت قيد الدراسة من قبل أعضاء اللجان تتمحور حول وجود نسبة للأحزاب ربما تصل الـ 25 إلى 30% من عدد المقاعد البالغة 130 مقعد برلماني. لاحقا خلال دورة أو دورتين برلمانيات، وعمر الدورة البرلمانية أو عمر مجلس النواب في الأردن هو 4 سنوات، ربما خلال 8 إلى 10 سنوات نصل إلى مرحلة يكون لدينا 130 برلماني حزبي، وبالتالي تتنافس هذه الأحزاب. الأحزاب التي تشكل الأغلبية ربما تستطيع تشكيل الحكومة، ويكون هنالك حكومة ظل أو معارضة داخل مجلس النواب. لكن أهم عناوين اليوم إعادة الاعتبار لكتلتين وزنتين في الحياة السياسية الأردنية، المرأة والشباب. اليوم نتحدث عن أن المقاعد سواء كانت المقاعد العامة أو المقاعد الحزبية يجب أن يخصص نسبة لم يتم الاتفاق عليها، ولكن الحديث عن نسبة من 20 إلى 30% للمرأة وللشباب، لأنه يعني هاتان الكتلتان هما وزنتان وتمثلان أغلبية في المجتمع الأردني، ولا يجب أن تكون خاضعة فقط إلى مبدأ الكوتا التقليدي خاصة بالنسبة إلى المرأة. لذلك هناك توجه أن يتضمن قانون الانتخاب وقانون الأحزاب أيضا. طيب هل هذا التغيير يعتبر جذري يلبي مطالب الأحزاب المتكررة منذ وقت طويل؟ هناك مطالب كبيرة للأحزاب، ولكن للأسف الأحزاب لم تعكس حضورا حقيقيا في الشارع. ما يجري اليوم يعني أن الدولة تسعى إلى دعم الأحزاب. في العادة في الحياة السياسية أن الأحزاب هي التي تفرض وجودها وتفرض على الدولة أن تعدل القوانين. اليوم تأتي المبادرة من رأس الدولة جلالة الملك عبد الله الثاني بأن علينا أن نشرع قانون يعطي مساحات أكبر للأحزاب، بحيث تنخرط وتكون قادرة على تقديم برامج يقبلها المجتمع ويؤمن بها. لذلك حتى قانون الأحزاب، وفي تقديري أنه سيكون قانون ثوري وعصري، كل المعيقات التي كانت تتحجج بها الأحزاب في السنوات السابقة وقد حصلت على دعم مالي كبير من الحكومة الأردنية، لكن اليوم الحقيقة هنالك مساحات كبيرة للأحزاب من ناحية تجريم أي جهة تمنع الناس بالانتماء إلى الأحزاب. شكرا جزيلا على وجودك معنا من عمان، الكاتب والمحلل السياسي وعضو اللجنة الملكية للسياسات الدكتور زيد النوايسة، شكرا جزيلا لك. نعم، والآن ننتقل إلى الولايات المتحدة، حيث أقر مجلس الشيوخ الأمريكي خطة جو بايدن التاريخية للبنى التحتية والتي تفوق $1 تريليون. هذا ما يمهد الطريق أمام الرئيس الديمقراطي لتحقيق انتصار كبير في هذا الشأن. وسيحيل مجلس الشيوخ مشروع قرار تحديث البنى التحتية بعد إقراره إلى مجلس النواب الأمريكي بعد أسابيع من النقاش والجدل التي أثمرت أخيرا عن توصل النواب الديمقراطيين والجمهوريين إلى اتفاق بشأن تمويل مخطط استثماري واسع لتمويل تحسين البنى التحتية في البلاد. وبجانب هذه التطورات دق المشرعون وكبار المسؤولين مناخ في الكونغرس ناقوس الخطر ردا على تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة وحث الدول على الحد
بسرعة عن طبعا ظاهرة الاحتباس الحراري ب 1.5 درجة مئوية. إذن هو نصر جديد للإدارة الأمريكية تحت قبة مجلس الشيوخ بعد إقرار خطة بايدن الضخمة، وتقدر قيمة المبلغ المرصود للخطة بتريليون و200 مليار دولار لإصلاح البنى وتفعيل الاستثمار والتوظيف في الولايات المتحدة. وتضمن المخطط دعما ماليا للحكومة لتحسين شبكة الطرق وتطوير شبكات النقل والجسور وغيرها. بايدن وصف مشروعه بالتاريخي لأنه من شأنه أن يتيح 550 مليار دولار من الإنفاق الفيدرالي على الطرق والجسور والمواصلات، وكذلك على الإنترنت عالي السرعة ومكافحة تغير المناخ. ويقدر مكتب الميزانية في الكونغرس أن هذه الخطة ستضيف 256 مليار دولار إلى عجز الفترة بين 2021 و2031، وهو ما أثار قلق العديد من الجمهوريين المعارضين لهذا المشروع. في سياق متصل، حث مشرعون أمريكيون في الكونغرس على اتخاذ إجراءات بشأن تغير المناخ بعد أن خلص تقرير للأمم المتحدة إلى ضرورة خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بشكل كبير وسريع لتجنب الأسوأ. المشرعون قالوا إن التقرير الجديد شدد على حاجة الديمقراطيين في الكونغرس إلى تمرير مشروع قانون لتسوية الميزانية بقيمة 3.5 تريليون دولار، بما في ذلك أحكام مناخية قوية وإعفاءات ضريبية للطاقة المتجددة. كما يتوقع التقرير أن ترتفع حرارة الأرض بالدرجة ونصف مئوية مقارنة بعصر ما قبل الثورة الصناعية قرابة عام 2030، أي قبل 10 سنوات من آخر التقديرات التي وضعت قبل 3 سنوات فقط. بهذا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من برنامج اليوم. إلى اللقاء، وأكيد لا تنسوا ترسلنا بأرائكم على موقع البرنامج. في أمان الله.